طيب تعالى بقى نشوف مع بعض في الفيديو التاني، هنشوف ده بارت 2 في المحاضرة بتاعت النهاردة. هنشوف فكرة انه لو في كومبيتيتيف ماركت، ماركت فيه بيشتغل اندر بيرفكت كومبيتيشن، وانه there is no positive externalities or negative externalities، there is no externalities، مفيش externalities خالص، جميل. وبالتالي الماركت كان اتشيف efficiency، الماركت equilibrium هي في نفس الوقت تعتبر الافشنسي بوينت، الافشنت بوينت نفس الوقت ايكوليبريم بوينت، جميل. بس الحكومه المره دي مش زي في الفيديو اللي فات، الحكومه المره دي عملت ايه؟ رغم ان الماركت افشنت، ورغم ان الماركت السلعه اللي بينتجها ما فيهاش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف ذير از نو اكسترناليتيز، ان الحكومه برضه اتدخلت. بس اتدخلت المره دي ازاي؟ ان هي باي جيفنج سبسيديز تو بروديوسرز، ان الحكومه ادت دعم للمنتجين، جميل. تعالى نشوف مع بعض هيحصل ايه. الدعم هنا المره دي هنتكلم على حاجه اسمها جارانتي برايسز، اللي هو تارجت برايس، اللي هو بنسميها اعانه في صوره ضمان حد ادنى للسعر. دي حاله بتحصل في القطاع الزراعي، ان الحكومه بتلاقي انه السعر اللي بيحدده الماركت ساعات ما بيبقاش بيرضي المزارع، زي مزارع القمح. المنتج اللي بيزرع القمح لما يلاقي ان السعر ده هو اللي بيحدده الماركت سعر مش مرضي ليه، فتلاقي الكميه اللي بينتجها كميه قليله. فالحكومه تعمل ايه؟ تقوم تدخلها في الماركت. تدخل في الماركت ليه؟ عشان تضمن للمزارع، تضمن للمنتج اللي بينتج قمح، ان انا لو زودت كميه انتاجك انا هضمن لك حد ادنى من السعر، هضمن لك ان السعر اللي انت هتبيع بيه السلعه بتاعتك على الاقل مش هيقل عن السعر ده، وعلى الاقل انا ده السعر ده انا هدفعه لك، جميل. تعال نشوف مع بعض الحاله دي. فاحنا هنا هنتكلم في الفيديو ده على ايه؟ على حاله انه الفيديو الاول كان انه there is no externalities والحكومه فرضت tax. هنا هنتكلم there is no externalities والحكومه gave subsidies، زي حاله ضمان حد ادنى للسعر، التارجت برايس، الجارانتي برايس، الاعانه اللي بشكل حد ادنى للسعر، حد مضمون للسعر، ودي حاله موجوده في القطاع الزراعي. هتبتدي ازاي؟ حضرتك هتبتدي معايا انك ترسم رسم عادي جدا كانك معايا في الكليه، ومعاك كراستك ومعاك السبلايز بتاعك، تحت هتحط الكوانتيتي الكميه، وفوق هتحط البرايس. احنا هنرسم سبلاي وديماند، ادي السبلاي، واتفقنا طالما ان ذير از نو اكسترناليتيز يبقى السبلاي هو عباره عن المارجنال برايفت كوست، اللي هو في نفس الوقت طالما ان مفيش اكسترناليتيز هو في نفس الوقت عباره عن المارجنال سوشيال كوست. المارجنال سوشيال كوست والمارجنال برايفت كوست الاثنين منطبقين على بعض، الاثنين بيساوي بعض، هما الاثنين دول بيساوي السبلاي. ادي جانب السبلاي، جميل، اللي بيشتغل عليه المنتج، وادي جانب الديماند اللي بيشتغل عليه المستهلك. ادي الديماند، والديماند في الحاله دي طالما ذير از نو اكسترناليتيز فاحنا هنا الديماند هو عباره عن المارجنال برايفت بنفيتس، اللي هو في نفس الوقت عباره عن المارجنال social benefits، وانه طالما ان مفيش there is no positive externalities فالsocial benefits هي نفسها الprivate benefits. ادي السبلاي، when supply intersect with demand هنوصل لنقطة الماركت equilibrium اللي هي النقطة E1. طبعا النقطة E1 تعتبر market equilibrium، market equilibrium ليه؟ لأن عندها marginal private cost equal marginal private benefits، ده شرط الماركت equilibrium اللي خدناه في المحاضرة اللي فاتت. وعند النقطة دي هي تعتبر efficient point، أو تعتبر نقطة بتحقق efficiency according to society. ليه؟ لأن efficiency إن marginal social cost equal marginal social benefit، وده متحقق عند النقطة E1. يبقى النقطة E1 تعتبر market equilibrium، وفي نفس الوقت تعتبر efficient point، نقطة كفاءة. طب عند النقطة دي يا ترى السعر الكمية بتاعت الماركت equilibrium بكام؟ هنلاقي إنه الإيكوليبريم كوانتيتي عبارة عن Q1. الكمية، كمية التوازن عبارة عن Q1، دي الكمية اللي بينتجها المنتج وبيشتريها في نفس الوقت المستهلك. طب والبرايس؟ البرايس هنلاقي ان البرايس اهو عبارة عن البرايس P1، فتيجي تقوم قايل P1 ده عبارة عن البرايس اللي بيدفعه المستهلك وفي نفس الوقت بياخده المنتج. بس المشكلة المنتج او مزارع، الفارمرز، البروديوسر، الفارمرز هم البروديوسرز، لما بياخدوا P1 اللي هو بيدفعه المستهلك وبياخدوه، ده ما يعتبرش سعر مرضي ليهم رغم ان الماركت محدده. ليه؟ يقول لك السعر ده ما يعيشناش، ما يفتحلناش بيوتنا، ما يخليناش نعرف نودي ولادنا مدارس، نعالجهم في مستشفيات، طب امال انت عايز ايه؟ يقول لك انت يا حكومه طول ما انت بتديني سعر برايس 1 انا هنتج كميه صغيره. طبعا القمح سلعه استراتيجيه، اي حكومه في الدنيا عايزه تعمل ايه في انتاج القمح؟ تزوده. فازاي اقنع المنتج انه يزود انتاجه من القمح؟ او الحكومه تتدخل تقول له ايه؟
انا هضمن لك حد ادنى من السعر. حد ادنى من السعر اسمه جارانتي برايس تارجت برايس. التارجت برايس ده هيطلق بي 2 دايما يكون ماله اعلى من سعر الماركت ايكوليبريم. ماركت ايكوليبريم مين؟ بي 1، فالحكومه تضمن له بي 2. لما نيجي يبقى السعر عند بي 2، بصوا يا شباب لما يبقى عند السعر عند بي 2 هنلاقي ايه؟ هنلاقي انه ادي لما تبقى عند بي 2 بصوا هتفضل ماشي 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 اهو لغايه ما تيجي هنا، نلاقي في الحاله دي انه البرايس بي 2 عايزين نعرف نقطه التوازن فين. لما الحكومه تتدخل بان هي تزود للمنتج السعر، تزود للفارمر السعر من بي 1 لبي 2، يترتب على ده ان منحنى الطلب في السوق بيبقى اسمه منحنى طلب منكسر. منحنى الطلب الديماند كيرف بدل ما يبقى دي 1 اللي هو اللي احنا رسمناه دوت اللي هو بيمر عند اي 1، لا هينكسر، يبقى عباره عن ايه؟ يبقى منحنى الديماند بالمنظر ده. هنلاقي ان منحنى الديماند بالمنظر المنكسر ده، بصوا منحنى الديماند طالع من فوق اهو 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 لغايه ما يجي هنا قدام بي 2، وبعدين يمشي 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 ويقطع كده اهو اهو، هو ده منحنى الديماند كيرف الجديد ويطلق عليه دي 2. بصوا منحنى ديماند منكسر، بصوا بادئ منين اهو، جاي من فوق وبعدين خبطنا هنا في النقطة دي، وبعدين ماشي 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 لغاية ما جينا هنا، وبعدين فضلنا ماشيين 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 لغاية ما عندنا ايه، بقينا عند دي 2. ده منحنى الديماند كيرف اللي يحصل لما الحكومة تتدخل في الماركت، لما الحكومة تتدخل عشان تضمن للمزارع حد أدنى من السعر، بدل ما ياخد بي 1 تقول له أنا هضمن لك إن القمح مش هيتباع أقل من بي 2. جميل؟ طب يا ترى لما الديماند يبقى دي 2 ايه اللي يحصل؟ هل نقطة الماركت ايكوليبريم هتفضل عند اي 1 زي ما هي؟ لا، هتلاقي نقطة الماركت ايكوليبريم مش هتبقى عند اي 1، هتبقى فين؟ هتبقى عند النقطة دي. بصوا يا جماعة ادي السبلاي زي ما هو اس، وادي الديماند اللي هو الخط الاسود ده بيقطعوا بعض عند النقطة مين؟ بي. الديماند الجديد دي 2 والسبلاي اللي زي ما هو اس، الاتنين بيقطعوا بعض عند النقطة الجديدة دي، ولتكن النقطة دي نسميها نقطة بي. تمام، هتاكل النقطه دي نسميها النقطه بي. وانا يا ريت نقطه التوازن القديمه بدل ما هي اسمها اي 1 يا ريت هستاذنكم معلش سميها، هنسميها ان هي تبقى نقطه ايه. يعني تخيل نقطه التوازن القديمه اللي هي السبلاي مع الديماند اللي هي تعتبر ماركت ايكوليبريم في نفس الوقت افيشنت بوينت، هتبقى اي 1. ونقطه التوازن الجديده بعد ما الحكومه اتدخلت وعمل انترفنشن ان هي ضمنت للمزارع حد ادنى من السعر بي 2، يبقى هي النقطة عبارة عن السبلاي مع الديماند الجديد اللي هو بالخط الأسود، أصبحت النقطة بي. طب عند نقطة توازن بي عايزين نشوف يا ترى السعر بقى كام؟ السعر اللي بياخده المنتج بقى بي 2، يبقى بي 2 ده سعر مين؟ هتكتب كده جنبه، ده سعر البروديوسر بعد ما تدخلت الحكومة، أفضل أفتر جفرمنت انترفنشن، يبقى ده بي 2 ده بسعر بتاع مين؟ ده سعر البروديوسر، ده سعر البروديوسر، بروديوسر برايس. جميل. طب وعند بي عايزين نشوف الكميه، تيجي عند النقطه بي تنزل 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 بالمسطره بتاعتك، هتلاقي نفسك الكوانتيتي اصبحت كيو 2. المزارع يقول للحكومه حكومه شو بيك لو بيك، انا على استعداد يا حكومه ان اعمل ايه في الانتاج، ان ازود لك الانتاج طالما ان انت هتضمني لي حد ادنى من السعر. حلو قوي. طب يا ترى عند نقطه توازن بي دي يا ترى المستهلك هيدفع سعر كام؟ المستهلك كان الاول قبل الحكومه تدخل الحكومه كان بيدفع بي 1، وبي 1 ده كان سعر المستهلك وسعر المنتج. بعد ما الحكومه اتدخلت في الماركت وضمنت للمزارع هتدي له اعانه اسمها اعانه حد ادنى للسعر وتخلي له السعر بي 2 عشان تشجعه على انتاج القمح، يبقى بي 2 ده سعر المنتج، سعر البروديوسر، سعر الفارمر. طب وسعر الكونسيومر فين؟ سعر الكونسيومر بص يا شباب هتيجي عند بي تنزل 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 لغايه ما تخبط في الديماند القديم. الديماند القديم اللي هو قبل تدخل الدولة. جميل. وعند الديماند القديم ده هتسمي النقطة دي تسميها النقطة سي. عند الديماند الجديد ده ان النقطة الديماند القديم ده لما تنزل عند النقطة دي تسمي النقطة دي نقطة سي. يبقى خلي بالك سي، تيجي عند النقطة سي دي وتمد خط مد خط مد خط مد خط مد خط، هتلاقي طلع لك سعر تالت اهو اعلى من بي 1 سميه بي 3. بي 3 ده مين يا فندم؟ ده السعر اللي المستهلك هيدفعه بعد تدخل الحكومة. ده بي 3 ده سعر مين؟ ده سعر المستهلك، ده سعر المستهلك أو سعر الكونسيومر، كونسيومر برايس، ده سعر الكونسيومر أهو، ده سعر الكونسيومر. جميل؟ طب زي الفل أوي. طب أنا حكومة، طالما إن أنت حكومة هتتدخلي
وتخلي السعر اللي ياخده المنتج B2 والسعر اللي يدفعه المستهلك B3. طب فين الإعانة اللي الحكومة تدفعه لك؟ المستهلك عايز B2، يقول الحكومة أنا عشان أنتج لك الكمية الجديدة Q2 لازم تديني سعر أعلى، سعر أعلى اللي هو P2. تقول المستهلك يقول لك أنا ما عنديش استعداد أدفع في السلعة في القمح غير P3. فالحكومة تقول لهم مفيش مشكلة خالص، وأنا على استعداد إن أدفع لكم الفرق بين السعرين اللي هو ما بين P3 P2 في شكل إعانة. يبقى السبسيدي اللي الحكومة تدفعها عبارة عن إيه؟ عبارة عن المسافة P2 P3، ده الإعانة لكل واحدة. يبقى خلي بالنا هتكتب كده ايه، السبسيدي يونت، السبسيدي بير يونت، السبسيدي لكل وحده، السبسيدي بتساوي كام؟ هتقوم قايل انه السبسيدي بعد تدخل الحكومه بير يونت لكل وحده بتساوي المسافه بي سي اللي هي في نفس الوقت عباره عن الفرق ما بين سعر المنتج بعد الاعانه بي 2 وسعر المستهلك بعد الاعانه اللي هو بي 3. P2 P3 ده الإعانة لكل وحدة، ده مين اللي هيدفع الفرق ده؟ الحكومة. جميل؟ طيب يبقى أدي فكرة إن إيه، إن الحكومة اتدخلت وإدت إعانة للمنتج بدل اللي اسمها ضمان حد أدنى للسعر جارانتي برايس تارجت برايس. طب السؤال، هل لما الحكومة تدي سبسيدي في الحالة دي عشان تشجع المزارعين، تشجع الفارمرز البروديوسرز إن هم ينتجوا كمية أكبر، هل الإعانة دي هيكون ليها تأثير إيجابي ولا سلبي على الكفاءة؟ هنعرف ان ده هيكون ليه تأثير سلبي على الكفاءة زي حالة التاكس اللي فاتت في الفيديو اللي فات بالظبط. هنا برضو we have efficiency loss، we have negative effect on efficiency. ليه؟ ازاي هيكون في تأثير سلبي على الكفاءة؟ واحد يقول لك ازاي؟ تعال نشوف مع بعض عشان نفهم ازاي لما الحكومة تضمن للمنتج حد ادنى من السعر بدل ما تخليه يبيع بي 1 اشجعه ان ينتج كمية اكبر بان انا اديله بي 2، ده بيأثر سلبيا على الافشنسي. بيأثر سلبيا على الافشنسي. عشان نفهم دوت تعال الاول كده نشوفه ان الحكومه ايه هو ليه في خساره، ليه في خساره. طبعا انت الاول خلي بالك لازم تبقى عارف ان بي 2 ده السعر، بي 2 ده بيطلق عليه اسمه ايه، ده بيطلق عليه تارجت برايس، ده اسمه تارجت برايس او جارانتي برايس، ده السعر اللي هو بنسميه الحد ادنى للسعر، ده اسمه تارجت او جارانتي برايس، تارجت بي، تارجت برايس. جميل؟ ده اي سعر اقل من السعر ده المزارع مش هيرضى ينتج الا الكميه كيو 1. فده محتاج ان عشان المزارع ينتج كميه كبيره محتاج تدخل من الحكومه، تتدخل الحكومه ان تدي اعانه او دعم للمزارعين، والدعم ده زي ما اتفقنا يعادل ايه؟ الدعم يعادل السبسيدي اللي تديها للمزارعين عباره عن الفرق ما بين P2 P3، المزارع مش عايز يدفع غير P3 بس المنتج عايز ياخد P2، فالحكومة تقول المزارع تتفق مع المنتج القمح ايه؟ خلي المستهلك يدفع P3 وانا هديك الجزء P2 P3 هدولك في صورة اعانة. يبقى انت كده خدت السعر اللي انت عايزه، بس النظير دوت تعمل ايه؟ تزود الكمية اللي انت بتنتجها من القمح، فالمزارع ده مفيش مشكلة بالمرة. تمام؟ طب هنلاقي انه يا ترى هل الوضع ده الإعانة دي فيها مكسب للمزارع ولا فيها مكسب للمستهلك ولا فيها مكسب للاثنين؟ الاثنين هيكسبوا، المنتج هيكسب، المنتج هيكسب. السياسة دي هترتب عليها من وجهة نظر المنتجين from the producers point of view هيبقى فيه مكسب للبروديوسرز. ليه؟ لأن البروديوسرز يا جماعة بدل ما ياخدوا P1 سعر قليل، نتيجة السياسة دي هياخدوا سعر أعلى وهينتجوا للمجتمع كمية أكبر، يبقى المنتجين كسبانين. طب وبالنسبة للمستهلكين هيكسبوا؟ هيكسبوا. ليه؟ لأنه قبل الإعانة بتاعت الحكومة كان المزارعين بيشتروا السلعة P1، بيدفعوا P1 سعر عالي وبيشتروا كمية Q1، لكن مع تدخل الدولة أصبح إن المستهلك بيدفع P3، يعني بيدفع سعر أقل. أنت كمستهلك لما تدفع سعر أقل ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة ليك كمستهلك، وهتشتري كمية ايه؟ وهتاخد كمية Q2، كمية Q2 يعني الدقيق والقمح هيبقى متوفر ليك، ده مكسب ليك، ده مكسب ليك. تعال نشوف مع بعض بقى ايه نتيجة للسياسة دي، يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ تعال نشوف مع بعض النتيجة للسياسة دي. تعال نشوف اللي هيحصل بالظبط. انت هتعمل ايه؟ هتكتب كده في الكراسة بتاعتك انه the result from government intervention، النتيجة نتيجة تدخل الحكومة by using this policy. Using this policy ايه الريزلتس اللي هتنتج عنها؟ هينتج عنها عندنا تحديدا أربع نتائج تقريبا.
النتيجة الأولى هتقوم قايل النتيجة رقم واحد، أول نتيجة هتترتب عليها هنتكلم from producers or farmers point of view، من وجهة نظر المزارعين أو المنتجين. يا ترى بالنسبة للفارمرز اللي هم بالنسبة للبروديوسرز إيه المكسب اللي هيحصلوا عليه؟ المكسب اللي هيحصلوا عليه إنه كمزارعين كمنتجين هم كده أصبحوا إن هم بيحصلوا على سعر أعلى P2 وبينتجوا كمية أكبر Q2، صح كده؟ فده ترى طبعا السياسة دي هتبقى ليها تأثير عليهم، تأثير إيجابي ولا سلبي؟ تأثيرها إيجابي على البروديوسرز، تأثيرها إيجابي على الفارمرز. This policy has positive effect on producer surplus on farmer surplus. إزاي بقى؟ إيه الـ positive effect على البروديوسر؟ إنه الـ this policy هتبقى encourages the farmers to produce more. They will produce Q2 instead of Q1. هينتجوا Q2 بدل ما ينتجوا Q1 عشان تحفزهم بالسعر. تمام؟ يبقى هينتجوا كمية أكبر. And they will receive more. وهيستلموا سعر أعلى. They will receive P2 instead of P1. وهيستلموا هياخدوا سعر أعلى P2 بدل ما كانوا بياخدوا P1 قبل السياسة بتاعة تدخل الحكومة. جميل؟ يبقى هيحصل increase. يبقى من وجهة نظر الفارمرز البروديوسرز هتكتب إيه؟ هنقول هيحصل increase in farmers surplus. الانكريز في الفارمرز surplus في البروديوسر surplus في فائض المنتجين بيساوي ايه؟ بيساوي مساحة شبه المنحرف على طول، زي كنا عاملينه قبل كده في الترم الاول. شبه المنحرف بصوا شايف من P2 من عند المسافة P2 اهو، هنعمله بلون اخضر اهو، من P2 نقطة P2 هتفضل ماشي 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 لغايه ما توصل عند النقطه بي، عند النقطه بي اللي هو نقطه التوازن الجديده، لغايه النقطه اي اللي هي نقطه التوازن القديمه قبل تدخل الحكومه، لغايه النقطه بي 1 شبه المنحرف اللي هو بي 2 بي اي بي 1. هو ده يا شباب ما يطلق عليه اللي هو الزيادة في فائض المنتجين. بقى السيربلس بتاع المنتجين هيزيد بما يعادل المسافة، هتكتب كده معايا مسافة كام؟ بي بي 2 بي اي وثم بي 1. اوكي، ده الانكريز ان بروديوسر سيربلس. طب ده المكسب الاول. طب تعالى نشوفه الاثر على المستهلك الكونسيومر سيربلس. يا ترى من وجهة نظر according to consumer point of view، من وجهة نظر المستهلك، يا ترى ايه اللي هيحصل بالنسبة للكونسيومر؟ هل السياسة دي هتكسبه ولا تخسره؟ طبعا زي ما قلنا اتفقنا السياسة دي هتكسبه. This policy has positive effect on consumers. ليه؟ لانه according to consumers، وفقا للكونسيومرز، هم كانوا الاول بيدفعوا P1 دلوقتي هيدفعوا P3، يبقى they will pay less. they will pay P3، هيدفعوا P3 دلوقتي بدل ما كانوا بيدفعوا P1 قبل تدخل الحكومة ان هي تدي اعانة للمنتج. جميل؟ طب وهم هيستهلكوا اكتر ولا اقل؟ وهيستهلكوا اكتر. كانوا الاول بيستهلكوا كمية Q1 قبل تدخل الدولة، دلوقتي بيستهلكوا كمية اكبر. يبقى انت تخيل نفسك كمستهلك هتستهلك كمية اكبر وتدفع سعر اقل، ده في صالحك ولا ضدك؟ ده في صالحك. صالحك يبقى هيبقى فيه increase برضه الكونسيومر، هيحصل increase in consumer surplus، زيادة في رفاهية في السيربلس في الفائض في الويلفير بتاعة الكونسيومر. الانكريز في الكونسيومر سيربلس بتساوي ايه؟ بيساوي بصوا يا شباب عبارة عن المسافة، بصوا بقى عبارة عن شبه منحرف برضو. شبه منحرف مين؟ شبه منحرف نعملها خليها باللون اللبني. شايف نقطة اللي هو P3 اللي هي بتاعت اللي هو سعر المستهلك بعد الإعانة بعد تدخل الدولة، من P3 هتمشي تمشي 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 لغاية ما تخبط في C، وبعدين تطلع 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 لغاية ما تخبط في A، وبعدين تمشي 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 لغاية ما تخبط في B1. هتلاقي شبه المنحرف اللي هو اسمه P3 C A P1 P3، أهو الشبه المنحرف اللبني ده P3 C A P1. يبقى انت الكونسيومر سيربلس عبارة عن شبه المنحرف P3، الزيادة اللي حصلت في رفاهية المستهلك P3 C A و P1. جميل؟ P1.
تمام؟ طبعا يبقى واحد ده مكسب المنتج، انه السيربلس اوف بروديوسرز ويل انكريز، و2 ده المكسب في السيربلس بتاع الكونسيومر. حضرتك لما تجمع واحد واتنين يطلع لك الايه اللي هو المكاسب بتاعت الايه بتاعت الانكريز في الويلفير بتاعت السوسايتي، يبقى تكتب كده ايه، يبقى سو ذا ويلفير اوف ذا سوسايتي انكريز باي، بنقول هنا ايه ويلفير، هنكتب كده انه الرفاهية والفير مالها الرفاهية انكريز، هنعمل علامة انكريز او نكتب انكريز باي بما يعادل، بما يعادل ايه؟ بما يعادل الزيادة في رفاهية المستهلك اللي هو جبناها في رقم واحد اللي هو شبه المنحرف اللي على الرسم اللي لونه اخضر وكتبناه بالاخضر، زائد الزياده في فائض المستهلك اللي هو الانكريز ان كونسيومر سيربلس اللي احنا جبناها في رقم 2 اللي هو كتبناها باللبني، عملناها شبه المنحرف اللبني في الرسمه وفي الكتابه. يعني انت عباره عن اهو لما تجمع بقى شبه المنحرف اللي هو لونه اخضر مع شبه المنحرف اللي لونه لبني يديك ايه؟ يديك عباره عن الشكل، ممكن نقوله الشكل اللي هو عباره عن الشكل ده اهو، الشكل اللي شايفه اهو اللي هو بنظلله دوت اهو، اللي هو بنظلله اللي هو ظللناه بالبيربل، خلي بالنا اللي هو متظلل باللون البيربل اهو، شبه المنحرف اللي فوق مع شبه المنحرف اللي تحت يدينا عبارة عن المساحة اللي هي عبارة عن من أول لو ابتدينا من P2 فوق اهو P2 لغاية B لغاية C لغاية P3 اهو، يبقى تقول لي يبقى الـ increase in welfare of the society الزيادة في رفاهية المجتمع ككل عبارة عن الزيادة في فائض المنتج زي زيادة فائض المستهلك، شبه المنحرف ده شبه المنحرف ده عبارة عن المساحة P2 B، وبعدين نقوله A، وبعدين نقوله C، وبعدين نقوله P3 أهو، اللي هو عبارة عن مجموع شبه المنحرف بتاع المنتج والمستهلك عبارة مرة تانية اهو من P2 فوق لغاية B لغاية A، سوري من P2 لغاية B لغاية A لغاية C لغاية P3، شايفين المساحة دي هو ده عبارة عن اللي هو الـ increase in welfare of the society. طيب ايه رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة، طب هل في كوست بالنسبة للجفرمنت؟ يعني هل الجفرمنت from the government point of view هل البوليسي نتيجة تدخل الحكومة ودت إعانة للمنتج جارانتي برايس اللي هو تارجت برايس، هل ده ليه بوزيتيف افكت على الحكومة ولا نيجاتيف افكت؟ نيجاتيف افكت، ليه؟ لأن الحكومة هتدفع this will increase the cost of the government. Why? Because government will pay more. هتدفع ايه؟ الاماونت اوف توتال سبسيدي، هو ده يعتبر خساره الحكومه. يبقى بالنسبه للجفرمنت هتقوم قايل كده ايه؟ هنقوم قايلين انه الخساره بتاعت الحكومه اللي هي بنقوله الكوست اون جفرمنت، الكوست على الحكومه، الكوست اون ذا جفرمنت اللي هي بتساوي التوتال سبسيدي اللي هي عبارة عن الإعانة الكلية اللي هتدفعها الحكومة، الحكومة هتدفع ده بالنسبة لها مكسب ولا خسارة؟ ده خسارة، وفي حد عايز يدفع برضه؟ التوتال سبسيدي، طب التوتال سبسيدي اللي الحكومة بتدفعها عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن ده بيساوي السبسيدي بير يونت مضروب في الكمية الجديدة، ده عبارة عن الكمية الجديدة اللي هي Q2 هتضرب الكمية الجديدة تضربها في إيه؟ هتقوم قايل تايمز السبسيدي بير يونت، تايمز السبسيدي بير يونت. طب الكميه الجديده Q2 دي اهو اللي هو شايفينها يا جماعه من اول نقطه الزيرو، تعال نعملها باللون الاسود اهو، من اول نقطه زيرو جميل لغايه Q2، شايفين الضلع اللي تحت ده اللي انا عملته باللون الاسود ده؟ طب ما هو نفسه الضلع مين؟ هو نفسه الضلع P3C، هو نفسه الضلع P3C، صح كده؟ يبقى ده P3C ده عبارة عن الكوانتيتي الجديدة. طب وفين السبسيدي؟ السبسيدي عبارة عن المسافة بين اللي هو الديماند الجديد اللي هو D2
والديماند المسافه الفيرتيكال ديستنس مسافه راسيه، والديماند القديم اللي هو دي 1 اهو مسافه راسيه ما بين الاثنين عملها بالاسود من عند نوت 1000 الجديده بي. فبص يا شباب من بي لسي هو ده السبسيدي، الحته بي سي ده السبسيدي بير يونت. فحضرتك لما تضرب الضلع الاسود ده اللي هو بتاع بي سي اضربه في الضلع بتاع الكميه اللي هو بي 3 دي يديك ايه؟ يديك المستطيل بي 3 بي 2 بي سي، يديك المستطيل بي 3 بي بي 2 بي سي اهو. يبقى هتقوم قايل الكوست اون جفرمنت اللي هو التوتال سبسيدي بتساوي المستطيل عباره عن مستطيل بي 3 بي 3 بي 2 لغاية النقطة بي لغاية النقطة سي. هو ده عبارة عن الخسارة بالنسبة للحكومة. طب طالما انه في مكسب للمجتمع ان في زيادة في رفاهية المجتمع وجبناه اللي هو مجموعة الخطوة الأولى والثانية، وفي خسارة اللي هي تكلفتها الحكومة في صورة التوتال سبسيدي، طب يا ترى النت افكت اون سوسايتي عبارة عن ايه؟ النت افكت هتكتب بقى ده رقم 4 وده اهم خطوه فيهم، هتكتب رقم 4 او رقم دي وات ايفر يعني، هتكتب كده اللي هو النت افكت اون سوسايتي. نت افكت اون سوسايتي النت افكت الاثر الصافي نتيجه السياسه دي نت افكت. يا ترى النت افكت هيكون حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ للاسف هيكون حاجه وحشه. نت افكت اون سوسايتي ان اون سوسايتي هو في نفس الوقت بنسميه loss in efficiency، برضه للأسف الشديد هيبقى فيه loss in efficiency زي في حالة التاكس هيبقى برضه موجود فيه loss in efficiency في حالة ال subsidy. loss in efficiency. طب ال loss in efficiency عبارة عن إيه؟ ال loss in efficiency بتساوي الفرق ما بين ال cost اللي اتحملتها ال government اللي هو total subsidy اللي هو رقم 3 و اللي هو نطرح منه الويلفير الانكريز ان ويلفير ان ذا سوسايتي اللي هو جبناها مجموعه 1 و2. يعني ده عباره عن لوس ان افشنسي عباره عن الفرق ما بين الانكريز ان ويلفير اللي هو قلنا عباره عن المساحه اللي هي بالبيربل اللي هي بي 2 بي اي سي بي 3 اللي هو المساحه المظلله. شايف المساحه اللي احنا ظللناها دي؟ المساحه اللي احنا ظللناها جميل؟ ده عباره عن الانكريز في الويلفير بتاعت السوسايتي. جميل؟ طب والكوست اون جفرمنت التوتال سبسيدي عباره عن المستطيل اللي هو على النبل الاسود اللي هو من بي 2 لبي لسي لبي 3. طب الفرق ما بين ده وما بين ده يديك ايه؟ يديني المستطيل اللي هو اي بي سي. المستطيل يا شباب اللي هو لونه اهو، المستطيل اللي هو لونه ممكن نعمله باللون مثلا الاورنج اهو. المستطيل ده A B C، مستطيل A B C هو ده النت افكت او اللوس ان افشنسي اللي هو المستطيل ما يطلق عليه مستطيل او سوري المثلث A B C. المثلث A B C ده هو ده اللوس ان افشنسي نتيجه ان الحكومه ادت سبسيدي للفارمرز، ادت جارانتي برايس. طب مساحه المثلث بتساوي ايه؟ مساحه المثلث هتقوم على طول من غير ما تفكر بتساوي نص نص تضرب فيه السبسيدي بير يونت، اضرب فيه السبسيدي بير يونت الاعانه لكل واحده هيكون عطلك في التمرين، اضرب فيه التشينج في الكوانتيتي. التشينج في الكوانتيتي اللي هو عبارة عن Q2-Q1 اللي هو Q2-Q1 الفرق ما بين الكمية الجديدة والكمية القديمة يديك اللي هو الـ change في الـ quantity. ادي فكرة الإعانة ضمان حد أدنى اللي هو فكرة إن الحكومة اتدخلت ادت subsidy رغم إن الماركت بتاع السلعة there is no positive externalities ولا negative externalities. اهو ده يعتبر ده السلايدز بتاعت الجزء الثاني اللي هو الفعليه بتاعتنا. ادي هنا بنقول ماركت افشنسي اف نو اكسترناليتيز، تخيل ان السلعه دي بنتكلم على سلعه انه ذير از نو اكسترناليتيز، ده فيها لا بوزيتيف ولا نيجاتيف اكسترناليتيز. السلعه دي يعتبر الماركت اكوليبريم هيكون هو نفسه الافشنت بوينت، طالما ان مفيش اكسترناليتيز يبقى الماركت اكوليبريم هيكون هو نفسه الافشنت بوينت. بس الحكومه خلفت شرط من الاربع شروط اللي احنا قلناهم، ان هو قلنا اول شرط ذير از نو اكسترناليتيز ده متوفر.
تاني شرط no public goods، ده متوفر. تالت شرط انه الماركت از وركينج اندر بيرفكت كومبيتيشن، منافسه كامله، ونو مونوبوليستيك باور، ده متوفر. الشرط الرابع اللي هو كان شرط رقم 2 في الترتيب، كان اللي هو نو جفرمنت انترفنشن، لا الحكومه اتدخلت بقى. هنا ذير از جفرمنت انترفنشن باي جيفينج سبسيديز، الحكومه ادت سبسيديز اللي اسمها جارانتي برايس اللي هو اسمه تارجت برايس. هل ده ليه تاثير على الافشنسي؟ اه، تاثير ايجابي ولا سلبي؟ هنعرف ان تاثير سلبي. ازاي؟ طبعا في الحاله دي بنقوله اهو، ادي هنرسم سبلاي اللي هو في الحاله دي طالما ان فيش اكسترناليتيز يبقى المارجنال سوشيال كوست هو نفسه المارجنال برايفت كوست، هو ده السبلاي، تمام. وادي وهنرسم ديماند اللي تحت خالص اللي هو مارجنال سوشيال بنفيتس ايكوال مارجنال برايفت بنفيتس. هنلاقي سبلاي مع ديماند بيحصل الانترسكشن بتوين سبلاي اند ديماند، بيحصل عند النقطه ايه، نقطه ايه اللي هي في النص دي، تمام. النقطه دي تعتبر افيشنت بوينت، اه، وتعتبر ايكوليبريم بوينت، ايوه الاثنين تعتبر ماركت ايكوليبريم. ليه ماركت ايكوليبريم؟ ليه ايه ماركت ايكوليبريم؟ لان عندها مارجنال برايفت كوست ايكوال زي ما قلنا مارجنال برايفت بنفيتس، ده شرط الماركت ايكوليبريم، برايفت مع برايفت. والنقطه ايه تعتبر نقطه افيشنت؟ ايوه افيشنت. ليه افيشنت؟ لان عند النقطه دي هنلاقي انه المارجنال سوشيال كوست بتساوي مارجنال سوشيال بنفيت، سوشيال مع سوشيال هو ده شرط الافشنسي، جميل. يبقى النقطه ايه؟ نقطه تعتبر ماركت ايكوليبريم اند ات ذا سيم تايم از افشنت بوينت، جميل. بس الحكومه زي ما قلت لكم عند النقطه ايه دي هنلاقي انه الكوانتيتي كيو 1 دي كميه قليله، المزارعين بينتجوا كميه قليله من القمح مثلا، والبرايس بي 1 السعر بي 1 ليه بينتجكم؟ عشان السعر بي 1 اللي محدده الماركت سعر مش مغري بالنسبه له، فالحكومه تعمل ايه؟ تقول لهم انا هضمن لك حد ادنى من السعر على الاقل، السلعه دي تتباع على الاقل بي بي 2، يعني انت كبروديوسر انا هزود لك السعر اللي انت بتاخده، بس بشرط تعمل ايه في الكوانتيتي؟ تزودها، تنتج لي كميه اكبر. فيبتدي يحصل ايه؟ نتيجه السياسه دي زي ما قلت لكم منحنى الديماند، يبقى منحنى الديماند منكسر. بصوا منحنى الديماند بدل ما هو عباره عن الديماند اللي تحت ده اللي هو مارجنال سوشيال بنفيتس، يبتدي يعمل ايه؟ اهو نازل 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 لغايه ما توصل لهنا عند النقطه دي، وبعدين يحصل له ينكسر، ينكسر لغايه ما يمر كده، يمر بالمنظر ده خط مستقيم، جميل. طب لما ينكسر هل نقطه التوازن هتفضل عند ايه؟ لا، نقطه التوازن بصوا سبلاي اهو، ادي السبلاي مع الديماند المنكسر اهو، نقطه التوازن بقت عند النقطه بي. لما يبقى عند النقطه دي هتلاقوا بصوا يا جماعه المزارعين لما الحكومه حفزتهم ان هم هتديهم بي 2 فيعملوا ايه في الكميه؟ ينتجوا كميه اكبر كيو 2، فالمزارعين ينتجوا كميه اكبر كيو 2، تمام. هل السياسه دي طالما ان المزارعين هياخدوا سعر اعلى وهينتجوا كميه اكبر، هل ده هيترتب عليه زياده رفاهيه المستهلك، رفاهيه المنتج؟ ايوه، رفاهيه المنتج هيحصل لها ايه؟ هتزيد زي ما اتفقنا، هتزيد تبقى ايه؟ من بي 1 بي 2 بي اي، المساحه شبه المنحرف اللي هي عباره عن اهو من بي 2 بي اي بي 1، ده اللي هو بيسموه انكريز ان فارمرز سيربلس، انكريز ان بروديوسر سيربلس اللي هو شبه المنحرف ده، تمام. طيب والمستهلكين، المستهلكين برضه هيكسبوا. ليه المستهلكين هيكسبوا؟ لما نيجي نبص عند النقطه دي، نقطه التوازن الجديده، عايز تعرف المستهلك هيدفع كام؟ بي 2 اللي فوق ده سعر المنتج زي ما قلنا لما عملنا شرحنا في السلايد اللي فاتت. طب سعر المستهلك تنزل 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 لغايه ما تخبط في الديماند الاصلي، هتلاقي في نقطه اسمها نقطه سي، شايف النقطه سي دي؟ لما تمشي من عند النقطه سي هتلاقي نقطه حدد سعر جديد اسمه بي 3. بي 3 ده مين؟ ده سعر الكونسيومر، ده البرايس اوف كونسيومرز افتر جفرمنت انترفنشن افتر سبسيدي. طب يبقى المستهلك بدل ما كان بيدفع بي 1 قبل السبسيدي بيدفع بي 3، كده كسبان او كسبان. وبدل ما يشتري كميه قليله كي 1 ده بيشتري he will consume more Q2، يبقى هيشتري كمية أكبر بسعر أقل، يبقى في مكسب. إيه المكسب بالنسبة له؟ المكسب بالنسبة له زي ما قلنا عبارة عن مساحة شبه المنحرف اللي هي من عند P3 لغاية C لغاية A لغاية P1. طبعا لما تجمع شبه المنحرف الأصفر اللي فوق بتاع المنتج مع المكسب بتاع المستهلك اللي هو شبه المنحرف اللبني اللي تحت، يطلع لك مجموع شبه المنحرفين عبارة عن المساحة المتظللة اللي ظللناها بالبيربل اللي هي من عند P2 لغاية النقطة B لغاية A لغاية C لغاية P3، يبقى اعتبر ده التوتال انكريز ان ويلفير اوف ذا سوسايتي،
الويلفير اوف سوسايتي هتزيد بكام؟ ب بي 2 بي اي حلو سي بي 3 ده يعتبر سوري بي 3 بي 3 ده الانكريز ان ويلفير اوف ذا سوسايتي اللي هو عباره عن انكريز ان كونسيومر سيربلس ان انكريز بلس انكريز ان بروديوسر سيربلس. بس هل المجتمع هيخسر؟ بيخسر. بيخسر ازاي؟ ان الحكومه بتدفع سبسيدي، ما ده حاجه كوست بالنسبه لها. السبسيدي بتساوي ايه؟ السبسيدي بتساوي المسافه ما بين بي سي، ده سبسيدي للوحده الواحده، المسافه ما بين الديماند القديم والديماند الجديد من عند نقطه 1000 بي فوق، جميل؟ ده السبسيدي. اضربها في الكوانتيتي الجديده اللي هي كيو 2 اللي هي المسافه ما بين بي 3 لغايه سي، يبقى المستطيل بي 3 سي بي بي 2 هو ده عباره عن اهو اللي هو المستطيل بي 3 بي 3 سي وبعدين بي وبعدين بي 2 ده عباره عن اللي هو السبسيدز paid by government، ده الإعانة للحكومة التوتال سبسيدي، التوتال سبسيدي اللي هي paid by اللي هو التوتال سبسيدي paid by the government. طب هل في خسارة للكفاءة؟ اه، خسارة الكفاءة عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق ما بين أهو الإعانة اللي الحكومة بتدفعها للمزارعين والزيادة في الرفاهية بتاعت المنتج والمستهلك، الزيادة في رفاهية المجتمع. الفرق ما بين الاتنين يدينا أهو يدينا المثلث ABC، يبقى الفرق ما بينهم هو مثلث A B C، هو ده عبارة عن اللوس ان efficiency، اللوس ان اللي هو النت افكت اون سوسايتي، اللوس ان efficiency اللي هو مثلث A B C. ومساحة المثلث بنجيبها ازاي؟ قلت لك تضرب نص مضروبة في السبسيدي بير يونت مضروبة في دلتا كيو، يعني مساحة المثلث ده عبارة عن نص مضروبة في السبسيدي بير يونت سبسيدي بير يونتس الاعانه لكل واحده، وهي تعالى في التمرين تضربها في مين؟ تضربها في الكوانتيتي اللي تشينج في الكوانتيتي، التشينج في الكوانتيتي اللي هو دلتا كيو اللي هو الفرق ما بين كيو 1 وكيو 2، جميل؟ بس طبعا هنا جايب لك على جنب اهو بيفور ذا جفرمنت سبسيدي النقطه ايه؟ تعكس الايكواليبريم بوينت الكومبيتيتيف ماركت اللي عندها كيو 1 اللي هو تحت كيو 1 تعتبر ايكواليبريم كوانتيتي وبي 1 ايكواليبريم برايس، تمام؟ هل النقطة دي تعتبر ماركت equilibrium بس؟ لا، كمان تعتبر efficient point. ليه؟ لأن عند النقطة دي marginal social benefits equal marginal social cost. طيب بعد الإعانة اللي هيحصل أهو after subsidy when the government gives subsidy أهو على أساس إن هي subsidy إن هي بدل من المزارعين هيبيعوا ب B1، لا على الأقل أنا هضمن لكم إنكم هتبيعوا أقل حاجة ب B2. ده يطلق عليه target price وبعض الناس بيسموه guarantee price اللي هو حد أدنى مضمون من السعر. جميل؟ طبعا اي سعر اقل من بي 2 ده يتطلب ان الحكومه تتدخل ان هي باي اوفرنج سبسيدي، ان هي تدي اعانه للفارمرز، والسبسيدي عباره عن الفرق ما بين بي 2 وبي 3 زي ما شفنا. بي 2 اللي هو السعر اللي هو بتضمنه الحكومه، وبي 3 اللي هو هياخده المستهلك بعد الاعانه. الفرق ما بين بي 2 و 3 هو ده عباره عن السبسيدي، هو ده عباره عن الاعانه. طبعا عند التارجت برايس عند بي 2 الفارمرز بريديوس مور زي ما شفنا في الرسمه اللي فاتت، هينتجوا كيو 2 مش هينتجوا نوت كيو 1، مش هينتجوا كيو 1 زي الاول. والفارمرز هيستلموا بي 2 بدل ما كانوا بيستلموا بي 1 قبل ما الحكومه تديهم الاعانه، كان بي 1 دلوقتي هياخدوا بي 2. جميل؟ بس ذا كونسيومرز، الكونسيومرز هيدفعوا بي 3. طب الفرق ما بين السعر اللي هو will be received by farmers والسعر اللي هو will be paid by consumers بي 3، الفرق بين بي 2 وبي 3 difference بي 2 بي 3 ده عباره عن السبسيدي covered by the government. Okay, P2P3 covered by government subsidy. الحكومة بتغطيه بصورة إعانة. يا ترى طبعا قلت لك بعد كده في أربع نقط بتوضح مين اللي كسب مين اللي خسر من السياسة دي. A result from government intervention نتيجة لتدخل الحكومة by using this policy أهو. From producers or farmers point of view من وجهة نظر المنتجين والمزارعين البوليسي دي هيكون ليها positive effect عليهم. ليه؟ انه البروديوسر سيربلس ويل انكريز. ليه هيحصل فيه انكريز في السيربلس في الرفاهيه في الفائض بتاع المنتجين؟ لانه السياسه دي لما الحكومه ادته معانا this encourage the farmers to produce more ان هم ينتجوا اكتر، بدل ما ينتجوا كيو 1 هينتجوا كيو 2. and receive more وهياخدوا سعر اعلى، بدل ما كانوا بياخدوا بي 1 هياخدوا بي 2 سعر اعلى.
وده هيعمل انكريز ان سيربلس، والانكريز في السيربلس عباره كان على الشكل بيبين بيه مساحه شبه المنحرف اللي فوق اللي هو P1 P2 BA P1 P2 BA زي ما قلنا واحنا بنكتب بنعمل مع بعض الرسمه. طب من وجهه نظر المستهلكين، هل المستهلكين هم كمان هيكسبوا؟ اه طبعا هيكسبوا اهو. This policy has positive effect، لها تأثير إيجابي on consumers surplus، على رفاهية أو فائض المستهلكين. ليه؟ لأن الـ consumers بيلس هيدفعوا P3 اللي تحت بدل ما كانوا بيدفعوا P1 الأول قبل تدخل الحكومة. And consumers هيستهلكوا Q2 كمية أكبر بدل ما كانوا بيستهلكوا Q1. وده هيعمل increase في الـ surplus يقدر بالمساحة بتاعت شبه المنحرف اللي تحت اللي هو كان P1 P3 CA، أو اللي هو كتبناه P3 P1 AC. جميل؟ طيب لما نجمع شبه المنحرف بتاع المستهلك وشبه المنحرف بتاع المنتج كان بيدينا مساحة، كنا قلنا اللي هي عبارة عن المساحة اللي هي الكبيرة اللي هي كانت عبارة عن P2B A لغاية النقطة A لغاية النقطة وبعد كده C وبعدين النقطة P3. ده اللي هو مكسب المنتج ومكسب المستهلك الاثنين، ده الزياده في الانكريز ان توتال ويلفير اوف ذا سوسايتي. بس في خساره للحكومه، في خساره اللي هو فروم جفرمنت بوينت اوف فيو ذيس بوليسي هاز نيجاتيف افكت، ليها تاثير سلبي على الحكومه لان الحكومه هتدفع اكتر. ذيس بوليسي انكريز ذا كوست اوف جفرمنت بيكوز جفرمنت ويل باي ذا اماونت اوف توتال سبسيدي. طب التوتال سبسيدي بنجيبها ازاي؟ عباره عن الكوانتيتي الجديده مضروبه في السبسيدي بير يونت. الكوانتيتي جديده في السبسيدي بير يونت ادينا مستطيل، المستطيل اللي هو كان P2B C P3. جميل؟ طبعا طب ايه النت افكت اون ذا سوسايتي؟ النت افكت اون ذا سوسايتي اللي هو بيطلق عليه لوس ان افيشنسي. اللوس ان افيشنسي ده عباره عن المثلث لما جبنا فرق ما بين اللي الحكومه دفعته كاعانه واللي كسبه المستهلكين والمنتجين كزياده في الرفاهيه، كزياده في السيربلس بتاعهم. طلع لنا مثلث اي بي سي، المثلث اي بي سي مساحته نص في السبسيدي بير يونت مضروب في الكوانتيتي. هل المثلث ده يعتبر مكسب؟ لا، ده يعتبر لوسز او جنريتد از ا ريزلت اوف ديستورتنج، نتيجه تشوه ان ذا ريسورس يوز ان ذا اجريكلتشر سيكتور، نتيجه تشوه استخدام الموارد في القطاع الزراعي. تعالوا نشوف مع بعض، ادي مثال تاني في المحاضره بتاعتنا اكزامبل 1 في المحاضره في الفيديو الاولاني كان على ان الحكومه امبوست تاكس. المره دي هناخد اكزامبل 2 على ان الحكومه ادت سبسيدي في ماركت ما فيهوش اكسترناليتيز. سبوز ذا ماركت اوف ويت، انه الماركت بتاع القمح از بيرفكت كومبيتيشن، يعني سبلاي وديماند، اند ذير از نو اكسترنال كوست اور اكسترنال بنفيتس. يعني هنا المفترض انه نقطه الماركت اكوليبريم، في نفس الوقت الاكوليبريم الافيشنت بوينت. فانت هتعمل ايه؟ هتقوم راسم معايا كانك بتحل معايا تحت الكوانتيتي وفوق البرايس. جميل؟ وهو بتراسم سبلاي، هتقوم قايل السبلاي ده عباره عن هو في نفس الوقت المارجنال سوشيال كوست، اللي هو في نفس الوقت يعتبر المارجنال سوشيال المارجنال برايفت كوست، هو في نفس الوقت مارجنال برايفت كوست. تمام؟ وهترسم ديماند، والديماند في الحاله دي اللي هو عباره عن المارجنال سوشيال بنفيتس اهو، وهو في نفس الوقت المارجنال برايفت بنفيتس، مارجنال سوشيال بنفيتس هو في نفس الوقت عباره عن المارجنال برايفت بنفيتس، عباره عن مارجنال برايفت بنفيتس. جميل؟ ونقطه التوازن تقاطع الاثنين مع بعض عند النقطه دي، هي النقطه دي بنسميها نقطه A مثلا، ادي النقطه A. تمام؟ طيب نفترض انه عند النقطه دي ادي الكمية اللي بي 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 بينتجها المنتج وبيشتريها المستهلك، وادي السعر اللي بي 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 بياخده المنتج وبيدفعه المستهلك. طبعا ده قبل تدخل الحكومة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه الكواليبريم برايس اند كوانتيتي استيميتد باي $40 ده للبرايس، و 100 يونت 100 وحدة بالنسبة للكمية ريسبكتيفلي على التوالي. الكواليبريم برايس ب 40، يعني هنا ده بي 1 هتكتب ان P1 بيساوي كام؟ بيساوي 40. P1 بيساوي 40. جميل؟ طيب و Q1 بتساوي 100، ده الكمية الأولى قبل تدخل الدولة بتساوي كام؟ 100. تمام.
نفترض انه الجفرمنت جارانتيز، الحكومه ضمنت برايسز اوف ويت ات برايس 50 دولار، واضح ان السعر اعلى، يعني الحكومه اتدخلت قالت للمزارعين انا هضمن لكم حد ادنى للسعر، السعر ده مش هيقل عن 50 دولار. فانت هتقوم حاطط فوق كده كام اهو، ادي 50 دولار، 50 دولار، وال50 ده اللي هو مين؟ ده اللي هو عبارة عن B2. عند 50 دولار B2 هنمشي نمشي 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 لغاية ما نخبط في السبلاي التاني ونحدد النقطة دي، تبقى النقطة دي اسمها نقطة B. تنزل عند نقطة B تحت تجيب كمية، الكمية هنا بكام؟ الكمية الجديدة بص بيقول لك ايه؟ ان ال price 50 دولار والكوانتيتيز produced will be increased to 150 يونت، يعني الكمية الجديدة تبقى 150. ادي الكمية الجديدة 150 يونت، الكمية الجديدة كام؟ 150 يونت، يبقى الكمية زادت. تمام. بعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the market price falls below، لو السعر انخفض اقل من التارجت برايس، من السعر المستهدف اللي هو P2 اللي هو 50 دولار، ال government pays the difference، هتدفع الفرق to the farmer، صورة subsidy as target price، عند السعر المستهدف، عند السعر المضمون اللي هو P2، بيقول لك ال subsidy per unit estimated by 50 dollars، ال subsidy ب 50، ب 15 دولار. بص ال subsidy جايبها منين؟ شايفين عند النقطة B؟ تنزل 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 لغاية ما غبطت في الديماند، عند النقطة دي تسمي النقطة دي C عشان تجيب مثلث، وتيجي عند النقطة C تقوم مادد 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 تجيب B تسميه P3، البرايس التالت. البرايس التالت ده بتاع مين؟ ده بتاع الكونسيومر في حالة الإعانة. طب بكام بقى؟ ها حد يقدر يقول لي بكام؟ إيه رأيكم؟ عبارة عن P2 اللي هو ب 50 فوق، شيل منه الإعانة، الفرق دوت ده عبارة عن الإعانة، الفرق ما بين B و C ده الإعانة 15، 50 ناقص 15 بكام؟ 35، يبقى خلي بالنا P3 ب 35، يبقى خلي بالنا بعد الإعانة السعر بتاع البروديوسر 50 والسعر بتاع الكونسيومر 35. جميل؟ هو ده. طيب بيقول لك ايه؟ according to this data and from answer the following، اول حاجة determine graphically and the equilibrium of the weight market، حدد لي بشكل بياني التوازن بتاع الويت ماركت، التوازن اللي هو الشكل بتاعنا اللي موجود فوق ده. تمام؟ اوريدي كده كده احنا عملناه كذا مرة، مفيش مشكلة خالص يعني. تمام؟ يعني اهو مرة تانية عشان يبقى الشكل اوضح، ادي فوق السبلاي وادي تحت الديماند، وادي هنا الكمية كانت 100. تمام. وادي البرايس الاول كان عبارة عن البرايس P1 قبل تدخل الدولة كان بيقول ان هو ب 40. تمام. وادي هنا قلنا هنحط برايس تاني هنسميه P2، وB2 ده ب 50، هو اللي قايل في التمرين. وعند B2 لما نمشي 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 لغاية ما خبطنا هنا النقطة دي نسميها النقطة B، وتنزل تنزل 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 لغاية ما تخبط هنا نسمي النقطة الجديدة دي طبعا النقطة الأولى خالص، نقطة التوازن الأولى دي كانت اسمها النقطة A، والنقطة دي نسميها النقطة C، وتنزل تحت تجيب الكمية، الكمية دي بكام؟ 150 أهو، الكمية حصل لها إيه؟ زادت. والسعر، السعر التالت اهو تحت في 3 ده، السعر التالت ده سعر مين؟ ده سعر الكونسيومر، سعر الكونسيومر كام؟ سعر الكونسيومر 35، سعر اللي بياخده الكونسيومر اللي بيدفعه الكونسيومر 35. جبنا منين 35 ده؟ 50 اللي هو سعر البروديوسر اللي الحكومه هتضمنه الجارانتي برايس، شيل منه السبسيدي 15 اللي هي المسافه دي اهي، ده السبسيدي بير يونت 15، المسافه من بي ل سي هي نفسها المسافه من بين بي 2 لبي 3. إذا كان B2 ب 50 شيل منهم 15 السبسيدي يتفضل لك 35. يبقى ده أول مطلوب جبناه، عملنا determine graphically the equilibrium، جبنا الـ equilibrium. رقم 2 بيقول لك determine graphically، حدد بشكل بياني the consumer price، الـ consumer price عبارة عن 35، جبناه منين؟ 50 ناقص 15. والـ producer price at the guarantee، والـ producer price بكام؟ الـ producer price ب 50. جميل. طب لو قال لك في المطلوب الثاني حدد لي الكونسيومر سيربلس، احسب لي الانكريز ان كونسيومر سيربلس، واحسب لي قال لك الانكريز ان بروديوسر سيربلس، نحسبه ازاي ده؟ تعال نحسبه مع بعض اهو. هنقوم قايلين
هتكتب عندك في الكراسة اكتب عشان انا ممكن في حاجات ياما عشان الوقت، بس في المختصر اكتب كده increase in producer surplus بيساوي increase in producer surplus بيساوي المساحة شبه المنحرف B2 لغاية النقطة A، لغاية النقطة A سوري من B2 سوري لغاية النقطة B، لغاية النقطة B، لغاية النقطة A، لغاية النقطة B1 شبه المنحرف لو عملناه باللون الأحمر من نقطة B2 لغاية النقطة B، ده يرجع لغاية النقطة A لغاية النقطة B1 شبه المنحرف اللي هو اللي باللون الأحمر اللي احنا عملناه بالرسم ده. طب نجيبه ازاي مساحة شبه المنحرف؟ لو قال لك احسبه، قال لك احسب الـ increase in producer surplus farmer surplus، ده تقول عبارة عن نص في مجموع الكميتين، مجموع الكميتين اللي هو Q1 اللي هي ب100 زائد الكمية Q2 اللي هي بكام؟ ب150 في 150. اوكي تايمز اللي تشينج ان برايس بالنسبة للبروديوسر، تشينج ان برايس اوف بروديوسر، تشينج ان برايس اوف بروديوسر اللي هو الفرق ما بين سعر المنتج قبل الاعانه وسعر المنتج بعد الاعانه. سعر المنتج قبل الاعانه كان كام؟ كان 40، وسعر المنتج بعد الاعانه بقى كام؟ 50. يعني ده عباره عن التشينج ان برايس عباره عن 50، سعر المنتج بقى بياخد 50 بعد الاعانه، وكان بياخد كام قبل الاعانه؟ 40، الفرق بينهم 10. يبقى التشينج في البرايس بالنسبه للبروديوسر بكام؟ ب10. يبقى 50 ناقص 40 بكام؟ ب10. طبعا لما تيجي تضرب ده في ده نص في بين القوسين 100 زائد 50 في 10 يطلع الكلام ده 625، يطلع الكلام ده سوري يطلع الكلام ده 1250، يطلع الكلام ده 1250. ده الانكريز ان بروديوسر سيربلس. طب نفس الكلام عايزين نجيب الانكريز ان كونسيومر سيربلس. الانكريز ان كونسيومر سيربلس نحسبه زي اكتب عندك في الكراسه، انكريز ان كونسيومر سيربلس يساوي مساحة شبه المنحرف، شبه المنحرف اللي هو نقول عبارة عن من أول P3 لغاية C لغاية A لغاية P1 أهو، عبارة عن P3 سعر الكونسيومر لغاية C لغاية A لغاية P1، ده برضو بيساوي نص، يعني مساحة شبه المنحرف ده نص في مجموع الكمية اللي هي قبل الإعانة 100 زائد الكمية بعد الإعانة اللي هي 150 في اللي تشينج في البرايس بتاع الكونسيومر اللي هو الدلتا برايس اوف كونسيومر، الفرق ما بين سعر المستهلك قبل وبعد الإعانة. بص يا شباب، سعر المستهلك قبل وبعد الإعانة بكام؟ اللي هو بنقول عليه اللي هو في دلتا بي. دلتا بي عبارة عن سعر المستهلك قبل الإعانة كان المستهلك بيدفع 40، بعد الإعانة بقى المستهلك بيدفع 35، يعني ده عبارة عن 40 ناقص 35. 40 ناقص 35 بكام؟ بخمسة. 40 ناقص 35 بكام؟ بخمسة. يبقى ده هو ده دلتا برايس بالنسبة للكونسيومر. يبقى التشينج في البرايس بالنسبة له بيساوي 5. لما تيجي تضرب بقى نص جوه قوس 100 زائد 50 في 5 يطلع الكلام ده ب 625. 625 ادي المطلوب الثاني، خلاص جبناه بالتفصيل. طب المطلوب الثالث، المطلوب الثالث بيقول لك طب do you think، هل انت تعتقد؟ طب لو قلت لك في المطلوب الثاني برضه قلت لك احسب لي التوتال سبسيدي، قلت لك احسب لي الاعانه الكليه، اكتب عندك في الكراسه برضه في رقم 2 لو هو انه مش طالبه، اكتب كده التوتال سبسيدي بتساوي السبسيدي بير يونت اللي هي 15، الاعانه لكل واحد على طالب في التمرين بكام؟ قال لك ده هي الاعانه لكل واحده ب 15 اهو، شايف اللي هو قال لك تارجت برايس سبسيدي بير يونت استيميتد باي 15 دولار، 15 سبسيدي بير يونت، اضربها في الكميه الجديده، الكميه الجديده اللي هي كام؟ الكميه الجديده اللي هي عباره عن 150،
اللي هي quantity after government intervention. 15 في 150 يطلع 2250، ده اللي بنسميه total subsidy، ده total subsidy. طيب يبقى كده المطلوب التاني بكل تفاصيل. المطلوب التاني بيقول لك do you think this government intervention cause efficiency loss ولا efficiency gain؟ ده في efficiency loss، خسارة كفاءة ولا مكاسب كفاءة؟ طبعا efficiency loss. طب يا ترى نحددها ازاي؟ نحسبها ازاي دي؟ تعال نمو اهو، ده في المطلوب التالت قال لك احسب الكونسيومر سيربلس والبروديوسر سيربلس وديترمان فاليو اوف جين اور لوس اللي هو الـ تمام. طبعا الافشنسي لوس بتساوي مساحه المثلث اي بي سي، المثلث اللي في الرسم ده اي بي سي. طب نجيب مساحه المثلث اي بي سي نجيبها ازاي؟ هتقول ده عباره عن، هتكتب بتساوي نص، بتساوي نص مضروبة في السبسيدي بيريود اهو، نص في السبسيدي بيريود. السبسيدي بكام؟ ب 15، ب 15 مضروبة في اللي تشينج في الكوانتيتي، الفرق ما بين الكوانتيتي الجديدة والقديمة، الكوانتيتي الجديدة 150 والكوانتيتي القديمة 100، الفرق بينهم 50، يبقى نص في 15 للإعانة لكل وحدة، للوحدة الواحدة، في 50 اللي هو الفرق ما بين الكميتين، نص ال 15 في 50 يطلع 375، يبقى المساحة المثلث اي بي سي كام؟ 375. ده اسمه efficiency loss، ده اسمه efficiency loss، ده يعتبر خسارة الكفاءة. اوكي، ادي الرسمة بتاعتنا، هي ادي الإجابة بتاعتنا، الأنسر بتاعتنا، ادي نقطة توازن A، عند النقطة دي كانت الكمية زي ما قلنا رسمنا مع بعض إن هي ب 100، والبرايس الأولاني كان ب 40، ده كان ب 40، ده سعر المستهلك وسعر المنتج في نفس الوقت. بعد الإعانة، الإعانة السعر هيبقى بي طول للحكومة تضمنه، وقال لك في التمرين ب 50، هنلاقي إن النقطة بقت أصبحت نقطة توازن عبارة عن نقطة بي، هتلاقي إن الكوانتيتي أصبحت عبارة عن كيو 2 ب 150. تمام، دي كانت الرسمة بتاعتنا. السبسيدي على الرسمة عبارة عن مسافة ما بين بي وسي اللي هو فرق ما بين بي 2 سعر المنتج فوق وسعر المستهلك تحت اللي هو 15. ادي الكونسيومر سيربلس شبه المنحرف عباره عن زي ما قلنا نص في مجموعه كميتين 100 زائد 150 في اللي هو فرق سعر المستهلك. المستهلك كان الاول كام سعره؟ 40، دلوقتي بقى كام؟ 35. الفرق ما بين 40 و35 كام؟ 5، يبقى تطلع لك 625. البروديوسر سيربلس زي ما قلنا عباره عن شبه المنحرف بتاعه اللي هو فوق اللي هو بي 1 بي 2 بي اي، ده برضو نص في مجموع كميتين في العشرة، العشرة ده اللي هو مين؟ اللي هو الفرق ما بين سعر المنتج قبل وبعد الإعانة. سعر المنتج بعد الإعانة 50، قبل الإعانة 40، 50 ناقص 40 كام؟ 10، تطلع المجموع 1250. توتال سبسيدي عبارة عن السبسيدي بير يونت هو عطالك ب 15، اضربهم في الكمية الجديدة 150 اللي هو Q2 يطلع لك 2250. هل السوسايتي هت achieve losses or gains؟ طبعا هيبقى losses، losses بتساوي مساحة المثلث اي بي سي اللي هو نص في السبسيدي مضروب في فرق كميتين 100 ناقص 150 ناقص 100 يعني ب 50، يطلع لك 375. ادي المسألة بتاعتنا وادي نهاية الفيديو التاني. طبعا احنا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بقى على حالة انه احنا خدنا في الفيديو الاول انه مفيش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف اكسترناليتيز والحكومه فرضت تاكس. الفيديو الثاني شفنا ان مفيش لا بوزيتيف اكسترناليتيز ولا نيجاتيف اكسترناليتيز والحكومه فرضت ادت جيفنج سبسيديز. تعال بقى نشوف الفيديو اللي جاي، هنشوف انه لو في اثار خارجيه سالبه او موجبه المفروض الحكومه تعمل ايه. طبعا لو تفتكروا بالترم الاول قلنا لو في اثار خارجيه سالبه الحكومه امبوز تاكس، تفرض ضريبه، ولو في اثار خارجيه موجبه الحكومه في الحالات دي تعمل ايه؟ تتدخل ان هي تدي جيفنج سبسيديز. بس الحالتين اللي جايين دول على افتراض بقى انه there is external cost or external benefits، ان في اثار خارجيه سواء موجبه او سالبه. ده مختلف عن الفيديو الاول والثاني ان كان مفيش لا اثار خارجيه موجبه ولا سالبه والحكومه اتدخلت.